جمهور التوال درش عليك شويه الفتره الاخيره. علاش؟ عملت تدوينه على الانستغرام بعد ماتش التوال وستات. ما عملتش انا غير عملت تدوينه على خطر اتفرجت على علي جمال باش نكونوا واضحين. حبيت التصويره هذيك معناها اللي استدرع في علي جمال صحابني قلت له بعث له مساج مبروك حبيت التصوير ما نقصد بها التوال حتى شيء. فهمتك معناها ما كانش على التوال. مش وانا غلط ولا معناها غلطش مدخلني فيها مع كل رحت ونيت اليوم انا باش تربح ما تخسر معناها غير باش تربح تخسر ماشي باش قلقني انا في الحكايه الكل معناها انا هكا في السعوديه باش مدخلني في كانت علي جمال معناها صحيح كانت علي جمال صحيح توضحوا احسن حاجه.